في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي. مش هتقولي بقى شايل الهم ليه؟ عشان الدنيا اللي عايزاني افرح ولا سايبني افرح بالحاجه اللي خدتها بدراعي. بس وعز جلاله الله ما هسكت وهاخد فرحتي غصب عني عن الدنيا ولو هطير فيها رقاب. حضرت لمين؟ حضرتك نسيت التليفون. غوريا هو انت هتفضل تبعت له رسائل كده وخلاص يا بيه؟ طالما جاي معاك ما تقول له بقى على اللي عندك عشان نخلص. ما ينفعش يا ابراهيم، انا افضل اكسر في اعصابه حته حته عشان لما اعرض عليه الحل يمسك فيه بايده واسنانه. طب هو ايه اللي يخليه ما وافقش على الحل؟ الطمع والجشع. بعد احنا برضو مش عارفين ناحية تانية زناتي ممكن يكون بيعمل معاه ايه. انت عارف يا ابراهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه ايه؟ عارف يا بيه، عارف يا دي حاجه مستخبيه بيعلقوه وينفخوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي ما عملوش. لا نصح ده الغشيم اللي بيعمل كده. احنا بقى بنجيبه ونحطه في اوضه لوحده ونشغل جنبه ودنه حنفيه تقعد تنقط في ميه لحد ما يتكلم. انا بقى هفضل نقط في دماغه رسائل لحد ما يروح خالص، فاهمني؟ هو ما بقاش قدامه غير تلقيح الكلام وشغل النسوان. بذمتك ده راجل يخوف نمله احمر؟ انا ابقى احمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي. وبعدين هي الرساله دي فيها ايه جديد يعني؟ انا مش تايه عنك، انت ساعه الجد هتبيعني وتبيع ابوك كمان، خلصانه بقله اصل. بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى، البيع رايح جاي يا روح ما بعدك روح، خلصانه عليا وعلى اعدائي. يا جدع بطل الفطه في الكلام بقى وكلام فارغ بقى، ابيعك ازاي يا جحش انت؟ وحد يعرف اللي حصل ولا شافه غيرك؟ اللي روحك. انا بقول لك انت يا بهيق، يا ابني انت اخويا ورا لي حد في الدنيا غيرك يا اهبل؟ بالذات انا مش هروح في داهيه لوحدي. محدش هيروح في داهيه غير سليم الانصاري. هو كمان هربان اليومين دول عمال يتنطط لنا زي الفروع لوس كل شويه. مره يروح لحماده تايسون الله يرحمه، مره يطلع لك في المحمول. بس هو راح من شرف امه اللي دفعه تمن ده كله غالي. انا قلت لك طالما بعيد عننا خلاص هسيبه في حاله، لكن هيشتغل لنا في الازرق ده انا اللي بدعته وهو اللي جرى على روحه بقى. انت محسس انك وزير الداخليه بروح امك. طالما جبت سيره امي يبقى صفيت يا حمار. يا ده انا اقدر اعمل اللي ما يعملوش وزير الداخليه ذات نفسه. ده انا زناتي ولا نسيت؟ هتعمل له ايه يعني؟ مالكش فيه بقى. انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الانصاري يلبس الاساور خلال اسبوع، غير كده مالكش فيه يابا. انت بس كل اللي عليك ان كل ما يبعت لك رساله من دول على المحمول تبلغني اول باول. امين يابا؟ امين يابا بخدودك دي؟ اهو دلح. لخص يا زناتي، عايز تقول ايه من غير هري كتير؟ انجز. لمؤاخذه سعاده الباشا، سعادتك عارف ان انا ابن المنطقه وبعرف دبه النمله حتى قبل ما تحصل. وليه في كل خراب عفريت؟ وانت جاي هزز لي طولك في المكتب ومعطلني عشان تقول انك جامد؟ عرفني يا سيدي انك جامد. العفو يا باشا مصر، انا بس عايز اقول لسعادتك على حاجه. قول يا ابني انجز. لا مؤاخذه يا باشا، المنطقه بتفرط مننا، ولو سيبنا الامور تمشي على كده السيطره اللي بنيناها في السنين اللي فاتت هتروح مننا. لا اظبط كلامك بقى واقعد كده احكي لي ايه الموضوع. استراح يا باشا مصر. لا مؤاخذة يا باشا، يعني العيال الشمال اللي في المنطقة بيطرطشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه. كلام ايه ده؟ يعني مؤاخذة يعني بيقولوا. لا مؤاخذة ده كلام ومش كلام يا باشا. ولو سليم الأنصاري موت العيال الصغير في القسم ومحدش قدر يهوب ناحيته. ودخل المنطقة وهو هربان وقتل حمادة تايسون وخرج شخص ليه. يعني لا مؤاخذة كده يا باشا، يعني بالمفتشر كده يعني، لا مؤاخذة ده كلامهم والله مش كلام يا باشا. يعني بيقولوا الاسم ما جابش ذكر غير سليم الأنصاري، بيعمل اللي هو عايزه وهو هربان وهو جوه الخدمة. انت جاي دلوقتي تسمعني كلمتين سمعتهم في قعده حشيش ولا هرتل بيهم واد من المبرشم في الشارع؟ هما كلمتين يا باشا، بس لازم لهم رد. سليم باشا مرمى كرامتنا في الارض يا باشا. انت عايزنا نعمل ايه؟ اذا كانت الداخليه بجلاله قدرها لفه عليه شمالي ويمين مش عارفه تجيبه، انا اللي هجيبه؟ نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده ونقول لهم ان الامور لو فضلت ماشيه على كده
مش هنعرف نرفع عنا في عينين اي عيل من الشمال اللي في الشارع يا باشا. انت فاكر يعني الداخليه ما عندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا، بس احنا برضو لازم نفكرها، البني ادم نساه، واحنا من ناحيتنا لازم يكون لنا رد على الارض يا باشا. رد؟ اه يا باشا رد، نمره، ونمره كبيره كمان، نرجع بيها هيبتنا وتبقى سيرتنا على كل لسان يا باشا. شكلها ايه النمره دي بقى يا زميلي؟ ما هو سعادتك يا باشا انا يعني عندي فكره صغيره كده، لو عملناها هتبقى جون، وجون كبير كمان وفي المقص. بتنجز يا ابني تقول فيه ايه؟ في قعده هتحصل في المنطقه هنا يا باشا لتجار سلاح. تجار من المنطقه ومن الضرب الاحمر ومن نزله السمان ومن الصعيد. بيرتبوا البيعه كبيره قوي. القعده دي تحصل يوم الجمعه بالليل في بيت حسان ابو سنه. انت شارب حاجه زناتي؟ عايزنا كده نخش بيت حسان ابو سنه كده عادي؟ ما انتش عارف ايه اللي حوالين بيت حسان ابو سنه؟ دي هتبقى حرب يا ابني، ما هياش اي طلعه. عارف سعادتك، عشان كده بقول لسعادتك ان هي محتاجه ترتيب وشغل عالي. بس النمره زياده يا باشا هترجع علينا هيبتنا زي زمان، وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وكل قرد يلزم شجرته. وبعدين لما مؤاخذه يا باشا نمره زي دي تفرق مع سعادتك كتير. انت مش بعيد بكره الصبح نقول لسعادتك يا سياده العقيد. اسمع من بقك ربنا يا زناتي. قول امين يا باشا. امين يا اخويا. باشا مصر حلوة ومتدلعة وفي مشيتها شخلاعة يا صغنن على الشيل والشقة، ما تجيب اشيل عنك بقى. كتر خيرك يا زلطة، اسلوبت لك يا اخويا الاول، عديني يا بت. انا عايز اشيل عنك، اسمعي مني، بدل الشيل والحط اللي هد نفسك ده يا بت. بت لما تبتك يا اخويا، المساعد ربنا. وماله، مش يمكن ربنا بعتني ليكي عشان اشيل عنك؟ ولو خايفة من الجميلة يعني ابي رديالي، أول ما وصلك البيت ابي اعملي لي شوية شاي وكيك، حكيم أنا عز الكيك زي عينيا. يوصلوك القرفة يا بعيد، بيت إيه ده اللي عايز تشرب فيه شاي يا أخويا يا برشامجي يا بتاع المخدرات؟ وديني لما ينزل أشرف لو أوريك شغلة. لا أشرف، لا أشرف، لا والنبي أشرف مين؟ أشرف مين ده؟ زمان واقف عسكري في كمين. يا بت اسمعي مني وسيبك من الواد الكحيان دوت، هكتب عليكي وبالحلال وهخليكي ست البنات اللي بيها في دماغي، ومفيش كلبة يستجري يبص لك في المنطقة دي هي كلها. ايه يا زلط؟ صوتك عالي ليه؟ جرايه يا معلم، ما تحس طبيعك عني، ولا انت ما كفاكش اللي عملته في اخويا هتدوره على حريمه كمان. الله الله الله، في ايه يا قطة؟ الله، استنى ضوافرك علينا ليه بس؟ قوي. الواد ده مستقصدني في الرايحة والجاية، يا تلمه انت يا تقول لي انا لمه. مستقصد مين يا امو مستقصد؟ ده امك اللي خلاص يا زلط قط. معلش يا نورة، توكلي انت على الله دلوقتي، روحي. هو ايه اللي بتجري على الله؟ روحها يا معلم، انت ركبتها عليا ومسبتها تمشي كده. انت الطول يا بقى، طول واحده زي دي تركبك؟ بس اللي زي دي بقى مش محتاجه الكلمتين البردين اللي انت عمال ترميهم في المعاكسه في الرايحه والجايه. لا ده شغل تقيل يا قد ما تفهموش انت. اعمل ايه يا معلم؟